بفضل الله تعالى أحبتي في الله سأقدم لكم لمحات جليلة ووقفات ندية مع مقاطع من آيات من كتاب الله العظيم فيها حكم وعبر ودرر، عنونتها كما ذكرت لكم يهدي للتي هي أقوى. أحاول فيها إن شاء الله تعالى أن أقف على جمل قصيرة من الجمل التي بثت في ثنايا القرآن، وهي على قصرها حوت خيرا كثيرا واشتملت على معان جليلة تمثل في حقيقتها أحبتي في الله قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة ومنهجا ومنهاجا، سواء في علاقة الإنسان مع ربه أو في علاقته مع الخلق أو مع نفسه. فهي قبس وضاء وبدر منير وسراج وهاج. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فيقول الجملة الواحدة من كلمتين أو ثلاث، ثم تجد تحتها من المعاني ما يستغرق العلماء في شرحها صفحات كثيرة. فما ظنكم بالله عليكم بكلام رب العالمين جل وعلا الذي يهب الفصاحة والبلاغة من يشاء؟ إن من أعظم مزايا هذه الوقفات أحبتي في الله الأجر المتكرر عند قراءتها وشمولها وسعة معانيها، فليست هي خاصة بموضوع محدد كالتوحيد أو العبادات مثلا، بل هي شاملة لهذا ولغيره من الأحوال التي يتقلب فيها العباد. فثمة وقفات تعالج علاقة العبد بربه تعالى، ووقفات تصحح مقام العبودية وسير المؤمن إلى الله والدار الآخرة، ووقفات لترشيد السلوك بين الناس، وأخرى لتقويم وتصحيح ما يقع من أخطاء في العلاقة الزوجية إلى غير ذلك من المجالات. بل لا أبالغ إذا قلت أن الوقفات القرآنية لم تدع مجالا إلا طرقته ولا موضوعا إلا ذكرته. أحبتي في الله، ليتنا نفعل ونوظف معاني القرآن الكريم من خلال تكرار مثل هذه الوقفات القرآنية التي حفل بها كتاب الله تعالى، فإن ذلك له فوائد كثيرة. منها على سبيل المثال ربط الناس بكتاب الله تعالى في جميع شؤونهم وأحوالهم ونيلهم الأجر عند كل قراءة أو كتابة لآية، ليرسخ في قلوب الناس أن القرآن الكريم فيه علاج لجميع مشاكلهم مهما تنوعت، تارة بالتنصيص عليها وتارة بالإشارة إليها من خلال هذه الوقفات. أن تفعيل هذه الوقفات أحبتي في الله سيكون بديلا عن كثير من الغف الذي ملئت به توقيعات بعض الناس، سواء كانت في كلماتهم أو مقالاتهم أو حتى معرفاتهم على الشبكة العنكبوتية. وهذه هي الحلقة الأولى من حلقات هذه السلسلة التي وسمت بيهدي للتي هي أقوم. أحاول أن أتحدث عن آية قرآنية جليلة لعلها تناسب بداية هذه السلسلة، والتي تجعل المؤمن يزداد يقينا بعظمة هذا القرآن وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومكان. إن الآية في سورة الإسراء كما ذكرت في بداية الفيديو، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية جاءت تنفيسا على المؤمنين من أثر القصص المهولة التي قصت عن بني إسرائيل وما حل بهم من البلاء، مما يثير في نفوس المسلمين الخشية من أن
يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، إذ هو يهدي للطريق التي هي أقوم. ولذلك ذكر مع الهداية بشارة المؤمنين الذين يعملون الصالحات: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.